داوم النظر في أحوال السلف الصالح، داوم النظر. السلف الصالح كانوا يستغلون أوقاتهم أيما استغلال. الإمام الخليلي رحمة الله عليه قبل أن يعين إماما عندما كان طالبا عند الإمام السالمي في القابل، يأتي إليه المؤذن في الليل بعدما خرج الناس من صلاة العشاء ووقف على رأسه، ماذا تريد؟ قال أريد أن أطفئ السراج. قال اذهب إلى بيتك وسأكفيك. ذهب المؤذن إلى البيت ونهض الصبح ساري إذن صلاة الفجر ووقف على رأس الإمام محمد بن عبد الله الخليلي فقال له قلت لك أكفيك إن شاء الله إغلاق السراج. فقال يقول له يا شيخ ذهبت إلى بيتي ونمت وأنا الآن قادم للأذان لصلاة الفجر. قال سبحان الله ما شعرنا بالوقت، أغلق كتابه ذيك الساعة، أغلق كتابه، استغلال للوقت. الشيخ أبو زكريا عندما خرج إلى جربة للدراسة وفي الدار الذي سكنه كوة محافظة على وقته، كان عندما تأتيه الرسائل من بيته من أهله في نفوسه كان يضع الرسائل في تلك الكوة ويغلقها حتى لا تحدثه نفسه حتى لا تحدثه نفسه بقراءة تلك الرسائل. وبعد ما أنهى دراسته يفتح الكوة فإذا بجل أهل بيته قد مات، ولو فتحها لصرفه ذلك عن الدراسة. تلميذه الثميني رحمة الله عليه عندما حدثت بينه وبين قومه المشكلة وكان أهل قومه لا يريدون نصحه، أغلق على نفسه الباب 15 سنة، وبعض المؤرخين يقول 18 سنة، 18 عاما يغلق على نفسه باب بيته، يؤلف ويصنف ويسبر أغوار الكتب. ولذلك الإمام الثميني يعني أنتج للمكتبة الإسلامية مجموعة رائعة من الثروات بسبب أنه استغل الوقت، ما قال خلاص ما باغيني راح أرباح وساير عنكم، بل كان لا يخرج من داره إلا للحاجة الملحة، حتى إذا جاءه من يستفتي كان إذا طرق عليه الباب قال أدخل، قال الباب مغلق، قال أنتم من أغلقتم الباب على أنفسكم، وكان يفتيهم من وراء الباب. 15 سنة من يروم يحبس نفسه للعلم. وأرسفلاس بن مهدي 7 سنوات في مكتبة نفوسه. وكثير من الشيخ جميل بن خميس السيابي، الشيخ جميل بن خميس السيابي، نعم خلفان بن جميل السيابي، أحسنت، جالسة مطاعية، الشيخ خلفان بن جميل الذي كان يقول الناس لا نعرف متى ينام، كان أهل زمنه يقولون لا نعرف متى ينام، ما نحيد متى ينام، هذا كان طول الليل يقرأ له، وبعد صلاة الفجر للعلم، وبعد الضحى للقضاء، ويومه هكذا كله طاعة لله سبحانه وتعالى، اجتهاد وهمة. ودوننا الشيخ حمود الصوافي حفظه الله، همة عالية وتوفيق بالغ من الله سبحانه وتعالى بسبب الإخلاص، ما ضيعوا أوقاتهم. إذن النظر في حال السلف. امرأة الزهري تقول شكت من زوجها، طيب سارة تشكي على زوجها، تقول والله لو أن لدي 3 ضرائر أهون علي من كتب زوجي، لو عندي 3 حريم عند زوجي 3 غيري أهون لي وأحب لي من كتب زوجي، لأنه كان يهرق دمه ووقته في طلب العلم. فإذن الإمام القطب رضي الله تعالى عنه، كان الإمام القطب لا يخرج إلا هو يؤلف،
لا يجلس إلا هو يقرأ. يعني يقول الشيخ عدون: كنت آخذ بزمام جمله أو بغلته في المسافات الطويلة التي يقضونها وهو يحبر ألواحه ويضعها في خرج ناقته، فإذا ما وصل المكان الذي كان الذي أراده حبر ذلك في أوراقه، كان لا يخرج. حتى الشيخ يقظان أبو اليقظان عندما أراد هو ومجموعة من الطلاب أن يخرجوا عندما سالت أودية مزاب، قالوا إذن لنا يا شيخ نروح نشوف الشلال. قل لهم: الشلال؟ وكان لديه إبريق وعداله سطل، أخذ الإبريق وقام يصب من الإبريق على الطست. يقول لهم: هذا الشلال، شوفوا هذا الغدير. يقول: هذا الغدير، يقول هذا الغدير. بعد إيش؟ فضحك الطلاب وضحك الشيخ معهم، ثم أذن لهم، لكنه كان لا يخرج مع كتبه مع دفاتره 24 ساعة. ولذلك الإمام القطب أخرج لنا كنزا كنوزا ثمينة في العلم. فإذا اهتمام بالعبادة، اهتمام بالوقت، هذا الوقت الذي لا بد الإنسان أن يحفظه.